سيد تشوان أو سيد تشو تشوان الكاتب والمحلل السياسي. سيدي، هل نعتبر أن هذا هو مسلسل تصعيد تتخذه الولايات المتحدة في تقييمك كصيني ابتداء وكمحلل سياسي مجرد في متابعتك لهذا الشأن؟ أعتقد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطة تايوان في هذه الوقت يعني تتعمق، ولكن هذا ليس جيدا، لأن كما نعرف أن هناك الصين وحيدة في العالم، وإن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة يعني على أساس اعتراف بمبدأ الصين الواحدة. فإذا استمرت الولايات المتحدة في تعزيز تجارتها مع سلطة تايوان، فأعتقد أن هذا سيضر العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. كما نعرف أن الصين هي أكبر دولة نامية في العالم، أما الولايات المتحدة فهي أكبر دولة متقدمة في العالم. فإن العلاقات بين البلدين مهمة جدا بالنسبة إلى البلدين، ولكن بالنسبة إلى جميع دول العالم في الوقت نفسه. ولكن قد شاهدنا يعني تدهور العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة بعد يعني سلسلة من التوترات التي نشهدها خلال السنوات الماضية. فإذ أعتقد أن توقيع اتفاق التعاون بين الولايات المتحدة وتايوان ستضر العلاقات الصينية الأمريكية بشكل أعمق. شكل الضرر الذي قد يطال هذه العلاقات، ما هو أقصى هذا الضرر؟ الأقصى ألا وهو مسار تايوان هي الخط الأحمر بالنسبة إلى الحكومة الصينية، إذ أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أبدا. فإذا استمرت الولايات المتحدة يعني تعزيز تعاونها مع تايوان، مثلا تقديم مساعدات عسكرية ومساعدات اقتصادية وغيرها من المساعدات الأخرى، فلابد أن ذلك سيزيد أزمة أو إمكانية الأزمة اندلاع الحرب في مضيق تايوان، لأن هذا ليس بسبب الحكومة الصينية ولكن بسبب القوات الانفصالية داخل تايوان. وهذا هذه الأفعال سيئة جدا بالنسبة إلى السلام واستقرار في هذه المنطقة. نعم، فبهذا الصدد قد كررت الصين مرارا وتكرارا ألا تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الصينية، إذ أن منطقة تايوان يعني تايوان هي جزء من الصين، فإن الحكومة الصينية المركزية لديها حقوق في يعني خيار تايوان يعني في مسار الشعب الصيني وليس في. طب سيدي أعتذر هنا عن المقاطعة، هل تتصور أن الولايات المتحدة بهذه الإجراءات التصعيدية تسعى إلى استفزاز الصين إلى مدى حتى تجبرها على الدخول عسكريا في تايوان؟ هل تتصور أن هذه المحاولات وهذه الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة تشي برغبتها في ذلك؟ أعتقد أن هذه ليست المرة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة أن تفعل هكذا. فهكذا نشهد نانسي بيروسي قامت بزيارة إلى جزيرة تايوان في أغسطس العام الماضي، وهذا ربما ليس المرة الأولى وليس المرة الأخيرة، إذ أن الولايات المتحدة الآن تسعى إلى الحد من التنمية الصينية، إذ أن الصين قد أصبحت الثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن تتوسع نفوذها بكل أشكالها. فهكذا يعني تخاف الولايات المتحدة أن الصين ربما ستحتل المرتبة الأولى ربما في المستقبل. نعم، فهكذا أعتقد أن الولايات المتحدة تسعى للحد من تنمية صينية، وهذا وهنا سيد شو تشوان أكرر سؤالي مرة أخرى، هل الولايات المتحدة ترغب من وراء هذه الأفعال التي بدأت بسردها تاريخيا في الفترة القريبة، هل تتصور أن الولايات المتحدة تتمنى أن تدخل الصين عسكريا إلى تايوان؟ بالنسبة للحكومة الصينية لا أتحدث هنا عن الحكومة الصينية، أتحدث عن تخطيط الولايات المتحدة. تخطيط الولايات المتحدة ربما تسعى إلى
محللة أمريكية هذا أفضل، ولكن بالنسبة إلى رأيي أعتقد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع المباشر مع الصين في هذا الوقت. الوقت الراهن فقط تساعد القوات الانفصالية لتايوان إلى زيادة دفاعها العسكرية، ولكن هذا ليس جيدا، إذ أنه سيزيد أزمة الصراع في مضيق تايوان. إذ أن وتعتبر بالنسبة إلى الصين أعمال استفزازية أيضا. نعم، شكرا لك سيد تشو شوان الكاتب والمحلل السياسي الصيني، إذ كنت معنا من دبي، شكرا لك هذه المشاركة.